السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل موضوع لوحة التحكم تبعت الادمنستريشن. طبعا مثل ما حكينا المرة الماضية انه احنا بدنا نغير هاي الصور ونخليها صور ألطف. فكيف الموضوع هذا؟ اول حاجة نروح على المجلد اللي بيحتوي على الصور تبعت الثيم هذا. طبعا لو اجينا على المجلد الببليك، اوكي، على الباك اند هنلاقي مجلد الايميجز، اوكي، هيكون بداخله صورة واحدة. نشوف من وين بيطلع لنا هذه الصور تبعت اللوجن. لو يجينا على الريسورس، على الفيوز، على الباك اند، على الاوثنتيكيشن، على اللوجن مثلا، اوكي، في عنا هنا بي جي لوجن ايمج، معناته انه هو قاعد بيقراها من صفحة السي اس اس تبعت الموقع تبعت الثيم. فلو جينا ضغطنا عليها كنترول وزر واحد على الماوس، اوكي، في اغلب المتصفحات، في اغلب الايديتورز بتكون تشتغل هاي الفانكشن، نختار الايمج تبعت السي اس اس، اوكي. فهنا هنختار اللي هي الببليك باك اند سي اس 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 بي ادمن 2 من سي اس اس، اوكي. وفي عنا اللي هو العادي، فانا مش عارف اي واحد هو بيستخدم. لو يجينا على الادمن اوث ويجينا شفنا ايش الملف، هو بيستخدم الدوت من اللي هو الميني فايت. طيب نرجع نضغط عليها، نروح على الميني فايت، هيطلع لنا هذه الصور. طبعا هو ماخذها من السبلاش سكرين. طبعا في عندنا ثلاثة تقريبا، خلينا نشوفهم. مثلا هذا اول واحد اللي هو السورس. طبعا كيف بدنا نعرف جميع الصور اللي جايه في الثيم؟ اوكي، لو اجينا من اول الثيم هنسوي سيرش على كلمه يو ار ال، اوكي، فكل صوره بيستخدمها هو في الموقع هتكون عن طريق اليو ار ال. طبعا في عندنا الصور هذه اللي هتكون اس في جي، هنتركها مثل ما هي. نشوف الصوره اللي بعدها، اللي بعده، اللي بعده، لحد ما نوصل على صوره معروفه وواضحه، اوكي، اللي هي برابط. تمام، احنا وصلنا لاخر ثلاث صور. هذه الصورة لو فتحناها على متصفح، اوكي، هيطلع لي صورة الكلب هذا. لو يجينا على الصورة الثانية، برضو صورة ثانية. الصورة الثالثة هذا هي، اوكي، معناته انا بدي اجيب ثلاث صور عندي واغيرهم بدال صور هاي. فمعناته هنسكر المتصفح هذا. وين هنحط الصور تبعتنا؟ هنحطها في مجلد البابليك باك اند ايمج، اوكي، هنختار ثلاث صور لطيفة ونحطهم في هذا المجلد ونستبدل الصور هنا، اوكي. طيب انا حاليا حطيت عندي ثلاث صور وكمان ضفت اللوجو تبع مايند سي ام اس. لو جينا فتحنا على الصور، اوكي، هذول هنستخدمهم بدال الصور اللي موجوده حاليا، وحطيت اللوجو تبعي عشان نغير الشعار في داخل لوحه التحكم. تمام، الان انا سميت الصور عندي 01 02 03، اوكي. هنيجي على اول صوره، نشيل الرابط هذا، نكتب له اللي هو الرابط الجديد. مثلا لو جينا دوت دوت سلاش، لو حطينا كنترول مع مسافة راح يطلع لنا وين مكان الماوس. فهنا هنيجي نحكي له ايمج، اوكي، وبعديها سلاش، لو حطينا كنترول مسافة بيطلع لنا جميع الصور اللي موجودة في نفس المجلد. فمثلا انا هختار هنا 1، اوكي، وننسخ هذا المسار نحطه في مكان الصورة الثانية، نقول له 2، وهنا مكان الصورة الثالثة نقول له 3. تمام، واحدة لللوجن، واحدة للريست باسورد، وواحدة للريجستر. سوينا سيف، نسكر الملف، نرجع للصفحة تبعتنا. لو سوينا كنترول شيفت ار هارد ريلود تغيرت الصور، اوكي. تمام، لو جينا على فورجيت باسورد، طبعا احنا ما احنا مجهزين الرابط تبع الفورجيت باسورد عندنا، هنسويها فيما بعد، اوكي.
هنيجي هنا على المعلومات تبعتنا، هنقول له هنا مثلا ادمن، وهنا هنحط الباسورد 123 ولوجن. هيدخلنا على صفحة الادمن. طبعا احنا هنشيل الصورة هذه أول حاجة ونحط اللوجو تبعنا، وكمان نعدل المنيو بحيث ان نحط المنيو اللي احنا محتاجينها. نبدأ أول حاجة في اللوجو، تمام. نروح على مجلد الريسورس، على الفيوز، على البارتشال، على الباك اند، على السايد بار. طبعا هنا هننشئ ملف اسمه سايد بار، تمام. وين هنروح؟ على اللي هو الصفحة الاندكس اللي اوت تبعت الادمن دوت بليد. طبعا في عندنا هنا هذا الكود اللي هو من عند اليو ال اللي هو اند اوف سايد بار. هنطلع فوق نلاقي اللي هو السايد بار هذا، فهننسخ هذا الكود كات ونحطه بداخل ملف السايد بار. نرجع هنا للادمن نقول له انكلود للسايد بار بارتشيال اللي هو الباك اند سايد بار، تمام. نسكر الادمن، هنرجع للسايد بار، نرجع على اول سطر اللي هو عشان نغير اللي هي الصوره، تمام. لو اجينا هنا على اول سطر هنلاقي هنا السايد بار براند اللي هو مكتوب هنا SB2 SB admin 2، اللي هو هنا هنحط العنوان تبع البرنامج تبعنا اللي هو بلوجي سيستم. طيب من وين هنجيبه؟ مش هنكتبه مانيوال، هنجيبه من الكونفيج مثل ما سوينا بالفوتر في احد الحلقات السابقه. هنسوي كونفيج، هنستدعي ملف الكونفيج، مجلد الكونفيج، من داخله ملف الاب دوت بي اتش بي، ومن داخله الادمن الفاريبل تبع الادمن، اوكي. طيب الصوره اللي هو حاططها حاليا السمايل هذه، احنا هو حاططها كايكون، احنا راح نشيلها ونحط بدالها ايمج اللي هي هذه، اوكي. راح نمسح الايكون هذه ونكتب بدالها ايمج. المكان تبع الصوره اللي هو اللي حطيناه في مجلد الببليك هنكتب له اسيت باك اند اللي هي الايمج اللوجو، اوكي. وطبعا الالت هنقول له اللي هو اسم الموقع تبعنا او البرنامج تبعنا، تمام. وخلينا نسوي لها ويدث عرض يساوي 50 بكسل مثلا، اوكي. نيجي نشوف لو سوينا هارد ريلود، اوكي تمام، طلع لنا الشعار تبعنا وطلع العنوان تبع البرنامج. طيب الان بدنا نشتغل في المنيو هذا كامل عشان نحط الحاجات اللي احنا محتاجينها. طبعا الموقع عندنا بيتكون من مقالات اللي هي بوست، وبتكون من كاتيجوريز اللي هي تصنيفات، وبتكون من صفحات ثابتة، وبتكون من اتصل بنا، اوكي. وكمان بتكون من اليوزرز اللي هم المستخدمين اللي بكتبوا مقالات عندنا، اوكي. هذول اللي هنتحكم فيهم حاليا. طيب معناته انا بدي ابني داتابيز مؤقتا بحيث انه انا استخدمها عندي في البرنامج. لو نتذكر انه احنا في ملف الداتابيز في السيتس بنينا صفحه اسمها بيرميشن تيبل، اوكي، وقلنا انه احنا راح نسويها فيما بعد. اجى الان دورها، اوكي. لو اجينا على الداتابيز نتذكر انه احنا كنا مسوينا لها كومنت، برضو نفك الكومنت هذا ونخليها فعاله بحيث انه لو سوينا استعاده للبيانات الوهميه مره ثانيه انه يكون من ضمنها البيرميشن تيبل سيدر. طيب نرجع للبيرميشن تيبل سيدر، هنحكي بعض الشغلات. اول حاجه احنا بدنا نبني اللي هو صفحه المين اللي هي الاندكس تبعت لوحه التحكم، اوكي. بعديها بدنا نساوي صفحه البوست اللي هي صفحات البوست، مثلا نخليها هنا كابيتال وهذه كابيتال. وكمان بدنا نساوي جزئية انه نتحكم في البوست كومنت، وكمان بدنا نساوي نتحكم في جزئية البوست كاتيجوريز
اوكي، وكمان بدنا نتحكم في البيجز اللي هي الصفحات الثابتة، اوكي، وكمان هنتحكم بعديها في كونتاكت اس، وكمان بدنا ننشئ برضو منيو لتعديل المشرفين على الموقع، اوكي، اللي هما السوبرفايزرز، وبدنا نسوي كمان اخر حاجة تقريبا اللي هي السيتنجز اعدادات الموقع. تمام، طيب احنا هنبني مع بعض المين والبوست، والباقي انا راح ابنيه فيما بعد ونشرحه. لو اجينا على المين، طبعا احنا محتاجين اللي هو انه يكون رابط يوديني على صفحة المين او الهوم مين او الرئيسية لصفحة الادمن، اوكي. فلو اجينا على الميجريشن، على الانترست سيت اب تيبل، انا في عندي هنا البيرميشن، معناته انا بدي اعبي هذا الجدول حاليا، فمعناته انا عندي نيم، عندي ديسبلاي نيم، في عندي ديسكريبشن، راوت، ميديول، موديول، از، ايكون، وبيرنت، بيرنت شو، بيرنت اوريجينال، سايد بار لينك، وابير، واوردرينج. اوكي، هنيجي على البيرميشن، هنقول له هنا مثلا نعطي له متغير اسمه مانج مين، اوكي، يساوي اللي هو الموديل تبع البيرميشن من اب موديل، اوكي، نستدعيها امبورت كلاس، هتكون عندنا فوق هنا في اليوز موديل اب بيرميشن. طيب هنقول له كرييت، نفتح جوز والاري ونلصق له الملفات هذه، البيانات اللي احنا اخذناها من الداتابيس، اوكي، نرتب البيانات، اوكي. اول صفحه النيم اللي هو هذا هيكون نعطيه بيرميشن لليوزرز اللي احنا بدنا نخليهم اكسس على لوحه التحكم، فمعناته هنخليها مين، اوكي. الثانية اللي هي display name، ايش الاسم تبعها؟ اللي هي المين او الهوم او الداشبورد او الرئيسية، المين يعني مين بيج، خلينا نسميها مين. عندنا description اللي هي ممكن انه احنا نخليها null، اوكي، او مثلا نكتب administrator dashboard، وممكن انه احنا نخليها null، اوكي. طيب عندنا الراوت، وين هتكون الراوت؟ طبعا اللي هي الراوت هيكون الاندكس، لو بتتذكروا انه احنا في الراوت في الويب دوت بي اتش بي عندنا اخترنا اللي هو الاندكس او الاندكس راوت، طبعا الادمن هذا هنخليه برا بحيث انه خلص انه كل اللي بيدخل على الادمن هيستخدم الكلمه الاساسيه اللي هي ادمن، فاحنا هناخذ من الاندكس، اوكي. فمعناته هنقول له اندكس، هنا الموديول تبعنا هيكون اندكس برضو، عندنا الموديول هيكون اندكس، عندنا الاز هيكون اندكس، عندنا الايكون، ممكن انه احنا نستخدم الايكون من مكتبة الفونت اوسم اللي هي مثلا نكتب له FA هوم، اوكي. لو اجينا على هذا الايكون على موقع الفونت اوسم، اوكي، وكتبنا له هنا اف اي هوم، او ممكن نكتب له الهوم، اوكي. لو اجينا حطينا الماوس على هاي هيطلع لنا اف اي اس اف اي هوم. طبعا هو في عنا كمان ايقونه اللي هي FA هوم، بس هيكون الشكل مختلف عن هذا، حاجه بسيطه، تمام. فبامكانك انك انت تختار الايقونه من هنا وتحطها في مكان الايقون، اوكي. البيرنت ما عندنا بيرنت، فمعناته هيكون الرقم صفر. عندنا البيرنت شو، هذه هندخلها فيما بعد على اساس انه هذه هيعتمد عليها حاجات ثانيه هشرحها كمان شوية. البيرنت اوريجينال هيكون صفر. السايد بار لينك، انه نعرض هذا المين بيج، هذا البيرميشن نعرضه في السايد بار ولا بدنا في المين توب،
فمعناته احنا هيكون عندنا في السايد بار واحد، عندنا الابير هيكون ظاهر او غير ظاهر، طبعا هيكون ظاهر واحد، عندنا الاوردرينج هنبدا من رقم واحد. طبعا الاوردر بالنسبه لي انا عندي هنا انا بختارها على كل 10، يعني حاليا واحد، المنيو اللي بعديها ابدا فيه من 10، اللي بعده 20، اللي بعده 30. ليش؟ لانه ممكن انه انا اكون ناسي شغله وادخلها ما بين اثنين منيو، اوكي، فاخليها برقم متوسط. تمام، فاحنا هنبدا من 10، هذا المين بيج. اوكي، نيجي للرابط اللي احنا حذفناه اللي هو البيرنت شو. اوكي، الان راح اسويه، فخلينا هذا المنيو نسوي بس نخليه بسطر واحد عشان المساحه. هنيجي للاخير نكتب له ايش؟ المين، المانج مين دوت بيرنت شو يساوي اللي هو المين اي دي. بعد ما ادخل لي هذا البيان اوكي على الداتا بيز، انا بدي الاي دي تبعت المانج مين، فهنقول له المانج مين، المانج اي دي، معناته انا قلت له انه عدل لي قيمه البيرنت شو اللي هي تساوي قيمه الريكورد اللي دخل على الداتا بيز، هنا جيب لي الاي دي تبعه وخلي لي اياه مكان البيرنت شو. اوكي، وهنقول له هنا مانج مين دوت سيف، يعني كاني قاعد بحكي له عدل لي الريكورد نفسه على طول. اوكي، هذا اول حاجه اللي هو المين. نيجي على البوست نشرحه. طيب انا هنا كتبت البوست جاهز، حاليا بس بدنا نشرحه لانه الملف طويل هياخد معنا وقت كثير، وكل ملف هيكون بنفس الفكره تبعتنا. اول حاجه هننشئ مانج بوست. اوكي، البيرميشن تبعنا اسمه مانج اندرسكور بوستس. اوكي، الديسبلاي نيم تبعه بوست، طبعا انا ما كتبت ديسكريبشن هنا. اوكي، الراوت هيكون بوست، الموديول هيكون بوست، وهنا عندنا از اللي هو الصفحه الاساسيه هتكون ادمن دوت بوست دوت اندكس. اوكي، فمعناته وكمان انا سويت عندي الايكون عباره عن النيوز بيبر اللي هي ايكون ايقونه تبعت المجله او الجريده. بيرنت هيكون هذا هو اساسي، اوكي، ما هيكون تابع لاي منيو قبل. اوكي، وفي عندي البيرنت اوريجينال برضه صفر، هيكون اساسي، هيكون ظاهر عندي ابير. وفي عندي الاوردرنج هيبدا من مثلا 5 او نخليه مثلا من 10. تمام، في عندي كمان رابط اللي هو السايد لينك، هيكون باي ديفولت واحد لو اجينا هنا على الداتا بيز. السايد بار اذا ما دخلته هيكون الديفولت تبعه رقم واحد. اوكي، فمعناته حتى لو ما كتبته هنا هيكون واحد. يجينا هنا على البيرنت شو، قلنا له جيب لي الريكورد تبعت البوست اي دي، هذه الاي دي، وسوي لي سيف لها. تمام، عندي كل رابط تقريبا بتكون من خمس حاجات اللي هي الشو اللي هي عرض. اوكي، وعندي كرييت، وعندي ابديت، وعندي ديليت، وعندي ديسبلاي. اوكي، الشو اللي هو هيعرض لي صفحة الاندكس لكل الريكوردز. اوكي، الكرييت اللي هي صفحة انشاء ريكورد، الديسبلاي اللي هي عرض صفحة واحدة او عرض ريكورد واحد، عندي الابديت هيكون تعديل الريكورد، عندي الديستروي هيكون لحذف بوست او ريكورد واحد. طيب لو اجينا على الموديول هيكون عندي انا هنا، عفوا لو اجينا على الراوت هنستخدم الراوت اللي احنا هنكون كاتبينه في الويب دوت بي اتش بي. طيب انا مثلا هذا البوست، اوكي، لو اجينا خلينا بس عشان نكتب الراوت وتكون العمليه واضحه فيه، لو اجينا هنا على الويب دوت بي اتش بي وكتبنا مثلا راوت اللي هو الريسورس، اوكي، وكتبنا اللي هو البوست اللي هو الدومين تبع اليو ار ال، وبعديها سوينا اللي هو الكنترولر باك اند، هنسوي كنترولر اسمه بوست كنترولر. اوكي، وهنقول له هنا اللي هو از ادمن، يعني انه هذا الريسورس او هذه الراوت هيكون قبلها ادمن. اوكي، فمعناته هنكتب له از، النيم تبعها هيكون ادمن. يعني طبعا مثل ما حكينا انه الريسورس هو عباره عن جيت
وبوست وديليت وبوت. اوكي، عندي اربع خمس راوتات بقدر اطلعهم من هذا الريسورس. اوكي، فاحنا اختصارا بنختصر الخمس راوتات بكلمه ريسورس. اوكي تمام، معناته انا عندي الريسورس هيكون النيم تبعه admin.post.create او admin.post.store او admin.post.show وهكذا. اوكي، نرجع للراوت تبعنا، هنا هنقول له بوست، الموديول هيكون بوست الاز اللي هي الصفحه تبعتها، الصفحه اللي هتروح عليها اللي هي بوست دوت اندكس، وفي عندي هنا البوست دوت كرييت مثلا للانشاء، عندي هنا بوست دوت شو للعرض، لعرض البوست الواحد، وعندي هنا دوت اديت، وعندي هنا دوت ديليت اللي هي الديستروي. طبعا الروابط تبعتها هتكون البوست، اوكي، الروابط اللي هي الراوت هتكون اذا حطينا بوست هيعرض لي كل البوست في الاول. طبعا هذه حاليا هتكون بتلخبط، لكن لما نسويها على مثال حي هتكون واضحه اكثر. اوكي، اذا كتبنا بوست دوت كرييت سلاش كرييت معناته انه هيوديني على صفحه الكرييت. طبعا في حاجه بسيطه هنا جدا لازم نوضح عليها، انه البيرنت، البيرنت مين؟ اللي هو البوست. اوكي، يعني هيرجع لي انه البيرنت تبعت هذه هتكون لينك فرعي من الاساس اللي هو هذا. اوكي، يعني هيكون عندي هذا اللي ظاهر وهيكون عباره عن قائمه منسدله، اذا ضغطنا عليه هيطلعوا لي هذول اذا كانوا ظاهرين، اذا ما كانوا ظاهرين ما راح يظهروا. اذا كان الابير تبعه واحد راح يظهر، اذا كان الابير تبعه صفر ما راح يظهر. اوكي، طبعا انا هنا ما بيهمني الاوردر في القوائم الداخليه. اوكي، فمعناته انا عندي البيرنت اللي هو هذا المانج بوست اي دي، مانج بوست اي دي، مانج بوست اي دي. تمام، طيب لو اجينا على البوست كومنت، انا المفروض انه انا احط هذا البوست كومنت من ضمن البوست. اوكي، ما راح اخليها في منيو لوحدها، فمعناته انا راح اسوي شغله. لو اجينا هنا على البوست كومنت، اوكي، لو تلاحظ انه انا انشات البوست كومنت وهنا خليت البيرنت تبعه اللي هو البوست اللي هو هذا، عشان ايش؟ انه انا اخلي انه هذا المنيو كمان تابع لهذا. اوكي، فمعناته انا حطيت البيرنت، البيرنت اللي هو الاساسي بوست، وخلينا البيرنت اوريجينال اللي هو صفر انه ما يكون تابع لحدا. الابير انا هذه المنيو ما خليتها تظهر، ما بدي اخليها تظهر، اخلي اللينكات اللي تحته هي اللي هتظهر تحت البوست. اوكي، فمعناته انا بدات هنا من خليت الاوردر تبعه 10. اوكي، فمعناته هنرجع على الموديول، طبعا هنا احنا سميناه شو بوست كومنت، كرييت بوست كومنت، ابديت، ديليت. طبعا في بعض اللينكات احنا ممكن انه احنا ما نستخدمها في البرنامج تبعنا، لكن انا ضفتها كديفولت. اوكي، طيب خلينا نبني الكاتيجوريز برضو، نخليها من ضمن البوست هذه، فمعناته هنيجي تحت الكاتيجوريز هنضيف له القوائم تبعته، هنخليها مانج بوست كاتيجوريز، شو بوست كاتيجوريز، كرييت بوست كاتيجوريز، ابديت وديليت. اوكي، وطبعا حطينا المنيو تبعها اللي هو بوست كاتيجوريز كرييت او الاديت او الديليت او الشو، الشو هنا بوست كاتيجوريز. تمام، طيب نساوي البوست البيج، هذه هتكون في صفحه لوحدها ما هتكون من ضمن البوست، فمعناته البيرنت تبعها صفر، البيرنت اوريجينال هتكون صفر، وهنا كل القوائم الفرعيه تابعه لنفس اللينك هذا اللي هو المانج بيج. اوكي، عندنا الكونتاكت اس هتكون لوحدها، وعندنا اليوزرز هيكونوا لوحدهم اللي هم المستخدمين. طيب خليني انسخهم مره واحده. اوكي، عندي هنا الكونتاكت اس هتكون لوحدها، هيكون القسم، ولما نضغط عليه هتطلع لنا القوائم الفرعيه.
عندي اليوزرز، عندي كمان هذول بقدر اني اتحكم بالمستخدمين اللي مسجلين عندي في الموقع. فمعناته انا بدي انشئ كل الكنترولرز اللي حاليا، وعندي هنا مثلا السوبرفايزر، انا هنا في عندي في السايد بار انا حاطه صفر انه ما يظهر لي هنا، انا بدي اخليه في المنيو اللي هي التوب. اوكي، وعندي هنا برضو اللي هو المانج سيتنجز، ما هيكون في السايد بار، هيكون في المنيو اللي اعلى فوق. اوكي، وهيكون لوحده. تمام تمام، نكمل الحلقة الجاية ان شاء الله عملية بناء الراوتس والكنترولرز الخاصة في كل وحدة. يعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تشوف القناة، لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب، ويعطيكم العافية.